هل هناك حالات أخرى لا تغسل عند موتها؟ نعم، هناك حالات لا تغسل، كمن احترق وتهرى. احترق والاحتراق خلاص يعني أذاب بدنه، وقع في حريق، نسأل الله أن يحفظنا من نار الدنيا والآخرة، اللهم أمين. فوقع احترق تهرى. الإمام ابن قدامة والإمام النووي من قبله يقول: فهذا إن لم نستطع أن نغسله يممناه. ابن قدامة يقول لك إيه؟ الغسل واجب، فيصب عليه الماء. احنا مش هنباشر بايدينا زي التاني زي السليم، لا مش هنباشر باليد، ولكن نصب الماء فقط. فالامام ابن قدامه يقول: ولو كان صب الماء يمزقه، واحيانا نزله الميه دي والجسم متهرى لانه ظل فتره في الماء مثلا ان كان غريقا او ظل يعني او احترق حرقا شديدا، فصب الماء ربما يجعل البدن يتهرى. فقال: إذن هنا نكتفي بالتيمم. والتيمم ضربتان، يمسح على وجهه ويمسح على كفيه أو على يديه.